التسويق الإلكتروني كلمة بقت بتتكرر كتير جدا على الإنترنت، وده باختصار لأن معظم الناس بقت بتشتغل بشكل كبير جدا في البيزنس أونلاين. طيب تعالى بقى بينا نعرف يعني إيه تسويق إلكتروني وإيه أهميته في الفترة دي. خلال فترة كورونا معظم البيزنس في العالم كله وقف، وده طبعا عشان الفترة دي كانت مليانة خطر كبير وتحديات كتير جدا في العالم، وطبعا في شركات كتير فلست وشركات كتير اتباعت وشركات كتير ضاعت. في نفس الوقت ده شركات كتير كبرت، وطبعا شركات كتير قدرت تحقق نجاحات في وقت صغير جدا، وده باختصار لاني كان عندهم خطة بديلة، وهي ان قدرت الشركات دي تنقل البيزنس بتاعها كله يبقى اونلاين على الانترنت. لما معظم الشركات بدأت تعتمد بشكل مباشر على الانترنت، ومش الشركات بس، الناس عموما بدأت تعتمد في شغلها كمان على الانترنت، فطبعا كان لازم يعرفوا ايه هي الاساسيات اللي تقدر تنجحنا على الانترنت، لان طبعا الشغل على الارض حاجة وعلى الانترنت حاجة تانية خالص. فطبعا لقوا ان لازم يكونوا فاهمين يعني ايه تسويق الكتروني. طيب من هنا اقدر اقول يعني ايه تسويق الكتروني ببساطة كده، ان اي حد بيشتغل على الانترنت لازم يكون ليه هدف معين من الشغل بتاعه. طبعا هتلاقي ناس بتشتغل على الانترنت عشان بتقدم خدمة معينة، في شخص تاني ممكن يكون عنده منتج معين وعايز يوصله للناس وعايز الناس دي تشتريه، في شركة مثلا عايزة تعمل علامة تجارية وعايزة كل الناس تعرفها. باختصار كل الناس دي بتتفق على هدف واحد، كل واحد بيبقى عنده رسالة معينة عايز يقدمها للجمهور بتاعه عشان خاطر يقدر يوصل ده هدفه. طيب من هنا اقدر اقول ايه؟ من هنا اقدر اقول ان التسويق الالكتروني دوت هو عبارة عن رسالة معينة الغرض منها الوصول لهدف معين باستخدام وسائل التسويق الالكتروني المختلفة على الانترنت. طيب ممكن اقول عنوان تاني، ان التسويق الالكتروني دوت عبارة عن ايه؟ عبارة عن تسويق المنتجات والخدمات المختلفة على الانترنت باستخدام وسائل التسويق الرقمية زي الاعلانات الممولة مثلا ومواقع الالكترونية. عايزين نعرف بقى اهمية التسويق الالكتروني. طيب اول حاجة، انا اقدر اوصل لاي جمهور في اي حتة في العالم، اقدر اسوق منتجي في اي مكان انا عايزه في اي وقت انا عايزه. صار لو انا المنتج بتاعي الاودينس بتوعه او الجمهور بتوعه مثلا في انجلترا، اقدر اوجه الرسالة بتاعتي للجمهور بتاعي في انجلترا، بتاعي او الناس اللي انا هستهدفها مثلا في مصر، اقدر بكل بساطة استهدف جمهور يوصل لهم الرسالة او المنتج اللي انا عايز اتكلم عنه في مصر بكل بساطة. أنا بشتغل على بلاتفورم معينة زي الفيسبوك أو مثلا انستجرام أو مثلا جوجل أدس أو أي بلاتفورم، أقدر أوجه جمهوري وأوجه لهم الرسالة اللي أنا عايز أوصلها لهم بكل سهولة. طيب يعني أنا أقدر أحدد الجمهور؟ أه عادي جدا، مفيش أي مشكلة. طيب تاني حاجة أقدر أستفيد بيها من التسويق الإلكتروني هي قلة التكاليف. التسويق الإلكتروني نسبة للتسويق العادي هو أرخص بكتير جدا جدا جدا. لو تفكرت تطلع دقيقة واحدة على التلفزيون هتدفع الألافات مؤلفة، لكن التسويق الإلكتروني مختلف تماما، أرخص وكمان الاستهداف بتاعه بيبقى أقوى. التلفزيون أنت بتطلع الإعلان بتاعك، ده لو أصلا قدرت إن أنت تطلع على التلفزيون فأنت بتطلع الإعلان بتاعك لفئة كبيرة جدا، لكن ما بتقدرش تستهدف فئة معينة. يعني ما تقدرش مثلا تحدد الشخص اللي هيقعد على القناة ديت هو طفل ولا شخص كبير، عشان كده بتبقى تكاليف كتير جدا، وفي نفس الوقت بيبقى العائد بتاعها مش اللي انت متوقعه. يعني تالت حاجة التفاعل، انا اقدر اتفاعل بشكل مباشر مع العملاء بتوعي، ودي فايدة مهمة جدا يمكن تكون من اهم الحاجات اللي اقدر استفيد منها من التسويق. كون ان انا هتفاعل مع الناس او هتفاعل مع الناس اللي المفروض اللي انا هبيع لها منتجي او هشرح لها خدمتي، فده هيفيدني في حاجتين. لو الناس دي عندها رأي سلبي فانا هقدر اعدل المشكلة اللي عندي او المشاكل اللي عندي فاقدر اعدلها، لو الناس هتقول رأي ايجابي فانا هشتغل على الحتة الايجابية اللي عندي في المنتج بتاعي او في الخدمة اللي بتاعتي، فبالتالي هبيع اكتر اهو. رابع حاجة بقى المرونة، مرونة عملية التسويق. عملية التسويق عملية مرنة جدا، أقدر بكل بساطة أوجه جمهور مثلا أنا اشتغلت على جمهور معين ما حصلش مثلا نتيجة معينة أو النتيجة اللي أنا متوقعها، بكل بساطة أقدر أوقف الإعلان بتاعي أو أقدر أوقف التسويق اللي أنا بشتغل عليه وأحطه في حتة تانية، أستهدف ناس تانية. يبقى إحنا عندنا أقدر أحدد الجمهور، قلة التكليف، التفاعل، طبعا مرونة عملية التسويق. في النهاية التسويق الإلكتروني هو أداة قوية جدا، لو قدرت تستخدمها بشكل كويس هتقدر توصل لأهدافك
بإذن الله بكل سهولة. كده احنا خلصنا الحلقة بتاعتنا النهاردة، مستني ان شاء الله ارائكم في الكومنتات. المرة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن ادوات التسويق الالكتروني. انا محمد السيد، سلام عليكم.